السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس كامل. قمت بإنشاء هذه القناة لنشر الدروس والدورات التعليمية مجاني تماما. قناة عليها ثلاث أنواع من الفيديوهات. أول نوع فيديو اللي هي التيبس والتريكس، هو فيديوهات يتم رفعها شبه يوميا. الفيديو مدته تقريبا بيكون عبارة عن 5 دقائق، بيتم نشر فيه معلومة مفيدة أو في بلندر أو أي برنامج تاني، سواء كان في تشوب أو توكاد أو إنسكريب. المعلومة دي بتكون تقريبا في مدة 5 دقائق، بحيث توفر لنا بعض الوقت في المشاريع عندنا. ده كده أول نوع من الفيديوهات. النوع الثاني هو عبارة عن اللايف سيشنز، المدة الفيديو تقريبا بتكون ساعة إلى ساعة ونص. لو زاد الفيديو عن كده ممكن إن يتم تقسيم الفيديو أو اللايف إلى أكتر من فيديو. هو عبارة عن مشروع بيتم إنشاؤه من الصفر حتى الاحتراف. المشروع بيكون شامل لجميع الأدوات اللي يتم إنشائها، ويتم شرح لجميع الأدوات اللي بنستخدمها في المشاريع. ثالث نوع من الفيديوهات باختصار هو How to grow your business، ازاي ننشئ موقع الكتروني، ازاي نقوم بالربح من بيع الكورسات، ازاي نقوم بالربح من بيع التصميمات، ازاي نقوم بالتعاون مع العملاء، ازاي نقوم بالحصول على عملاء جدد، وازاي نتواصل مع العملاء الجدد باكثر من طريقه، سواء كان بالايميل ماركتنج، سواء كان بسبونسر اد، والعديد من الطرق. ده كده محتوى. لو شايف ان محتوى القناه مفيد، قم بشراكه القناه لتكون الاستفاده لاكبر عدد ممكن.